الخطاب ديال جلالة الملك نصره الله في هذه المرة كان خطاب يعني متميز، نظرا لأنه أولا يتعلق بحدث وطني كبير اللي هو ذكرى ثورة الملك والشعب، واللي كنا كنتظروا أن يكون السياق ديال يعني الخطاب ديالو في اتجاه الوطني المعهود، ولكن هذه المرة يعني لامس الخطاب الملكي واحد القضية حتى هي لا تبعد طبعا عن المسألة الوطنية، وبالعكس يعني تكرس الحس الوطني بشكل أكبر. فكان الخطاب كله على هذه جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم كله، وكان المغرب من ضمن البلدان المجتاحة، واللي من بعد ما كان المغرب يشكل استثناء في البداية، وكان واحد النموذج يحتذى ويقتدى به، فإذا بالأمور يعني تطورت للأسوأ، وكنا كنسمعوا أكثر من 1000 ديال المصابين بالجائحة يوميا، زائد عدد الموتى، الأمر اللي حتم طبعا أنه يعني واحد تعبئة كبرى، وسيما أنها جات من أعلى سلطة في البلاد اللي هو جلالة الملك نصره الله، واللي خص هذا الخطاب بهذا الموضوع ديال الجائحة، اللي حسست المواطنين بأنهم ما يبقاوش يستهنوا بهذه الجائحة، وما يبقاش يقولوا بأن هذا كورونا ما هي إلا كذبة وماشي حقيقة، بل أنها مرض فعلا وفيروس فعلا اللي استهان به غادي يزيد يأزم الوضع الصحي بالبلاد، سيما أننا بلد لا يطيق واحد عدد كبير من المصابين يوميا بشكل نظرا للبنيات الصحية يعني اللي ما كتلائمش هذا الوضع هذا. والمغاربه حبهم لجلاله الملك حب ظاهر، فهمتي، وتشبتهم باهداب العرش العلوي المجيد يعني لا يناقشه احد ولا يشكك في احد. طبعا هذا الخطاب هذا لابد انه يعني تعبيرا من المغاربه لحبهم لجلاله الملك وتقديسا منهم للخطاب ديال جلاله الملك، لابد انهم غادي ياخذوا الحيطه والحذر اكثر، على الاقل في ارتداء الكمامات، في التباعد الاجتماعي، في الاخذ بالاحتياطات الاحترازيه، باش اولا يوقوا نفسهم ويوقوا البلد من شي كارثه عظمى لا قدر الله. شكرا. تستعبتوا وعاشي شويه، هادشي ماشي في صالحنا، كنشوفوا العالم في غادي، وهاد البلاد تايه في غاده، غاده اللور. الولاد ولادي من بيع شركة الثمانية العشية، وبحال هاد المدينة حنا أنا ولد المدينة، دابا عندنا محل تما كنشدو مع الثمانية العشية، حتى برا ما بقاش كيدخل، خاف، قال راه أوبئة كاينة في المدينة، البراني ما بقاش كيجي، وحنا بقينا ما نبيعو ما كنشريو، والله الله غالب، حنا مع حقهم، لأن هادشي راه كثر، الله يهدي هاد الناس يوعاو، ويستافدوا من الناس اللي على برا، ويستافدوا من الناس اللي كتموت دابا حاليا، صافي. راس خف الدين خص الناس خشيو ينعوا الشيطان ويتجهوا للطريق المستقيم، نديروا اللي قش اللي قال سيدنا، راه كلمه معقوله، ومسكين ضحي من جهدنا وخايف علينا، كل واحد اخر يلهي ليه قلب، يمشي كاع يسد بحالته ويخلي البصر، ولكن راه سيدنا قال كلمه ديال المعقول، خص بنادم يوعظ، خص ينعس الشيطان ويدخل سوق راسه ويدخل داره، اللي ما عندهم يدير في الزنقه يدخل داره، والكمامه اوبليغاتوار، هذه خصها تكون. خرجين باب الدار خصها ديالها، وكاين شي ناس تسرى في المدينه كامله كاين لا بريبار ديال الناس ما كيديروش الكمام، بحال الناس بحال تقول هذا المرض ما كاينش، والله انا كنتخلع، انا عندي وليداتي وليداتي الحمد لله الله يرضي عليهم، ما كاينش ما كيخرج ما يدير الكمام، والله يهدينا على بعضياتنا اخويا، الله يهدينا على بعضياتنا، راه في صالحنا كاملين هاد الناس، الله يهديهم يديروا الكمام، الكمام راه واجب، ملي قالها سيدنا راه ما فالتش ولا حب الملوك، دير الكمامه في صالحك وفي صالح عائلتك، إلا أنت خرجتي كدور تدخلهم المرض، أنت كاع أنت مريق الماء عايق ما جاتش الكمامة غادي تدخل تعطيها لواحد خوتك ولا لأمك ولا لباك، وهما أنت ضعتي فيهم، الله يهدينا جميعاً أخويا. داكشي اللي قال سيدنا راه مهم وخصو يطبق، ولكن الشعب راه ما تيطبق والو، راه ما كاينش اللي كيطبق، دابا ها أنت ها هو تلاقى مع الشرطي، قال لي دير الكمامة، ها هو دارها، عفاته ها هو حيدها. طرامواي عامر بلان راه ما كاينش المراقبه والو، طرامواي دابا كيجي يجلس حداك شي واحد وبقى شاد التليفون دي 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 وراه داك الشيء خارج الله اعلم انت شنو ديتي معاك من طرامواي، ولكن كتجدوي مع شي واحد كيخرج فيك عينيه خصو يضارب معاه، والله ما نكذب عليك.
ما كاينش تطبيق والو. واخا سيدنا مسكين راه تيقول راه تيهضر، واخا متبع الكبيره والصغيره راه مسكين حتى هو راه مغلوب، فهمتيني؟ يد وحده راه ما تتصفقش. راه الشعب اللي خصو يتعاون مع بعضياته. واش انا نعطيك دابا مثال، واحد غادي ياك هز الماكله كياكلها في فمه ها هو لاحة مع من عدوي. شحال من دفله انا عندي دري صغير عنده 4 سنين، والله القسم شحال من مره كنت غادا وكنشوف الدفلات في الارض تقول لك علاش تطبق، ما كاين ما تطبق والو. تدخل تاكل على ساندويتش عند شي مول سناك، كيجي شي واحد اخر تكلصق لك في ظهرك هنا، كتقول لي خويا. كتكون غادي في الطريق بحال دابا انا غادا، تتلقى شي واحد ها هو تساطح معاك ضربك بشي حاجه او ضربك بكتفه او لا خرج فيك، ماشي كيشوف قدامك، كيشوف التليفون هو غادي والتليفون في يديه. واش غتشوف الطريق اللي غادي فيها ولا غادي كتشوف التليفون؟ التليفون غير هرب. وبالنسبه للخطاب الملكي صاحب الجلاله نصره الله، خطاب في المحل ديالو ونبه الشعب ديالو بمدى الوباء هذا، وخص الشعب يفيق ويوعى لان هذا الشيء غادي وكيكثر، وكنطلبوا من الشعب يلتزم بالامور ديالو ويشد الدار ديالو وما يبقاش هاد كثرة التجمعات وهاد الشيء. من طبيعة الحال هادشي كيخوف وصعيب علينا وصعيب حتى على العائلة ديالنا. الإنسان اللي خرج يقدر يتصاب ويقدر يجيب المرض للعائلة ديالو، وكنطلبوا من الشعب يفيق ويوعى، وهادشي ديال التجمعات ما يبقاش، ويكون واحد التباعد بين الناس بعضياتهم، وهادشي اللي كاين. اللهم تعالى يحفظه ويشافيه يا ربي، كلامه على المعقول، كلامه صح، كلامه صح، الله يخليه لينا يا ربي، تشافيه وتعافيه، كلامه على الصح يا اخي. غير حنا راه الله يهدينا، حنا اللي الله يهدينا، ما تنديروش بحبه بالمعقول، ما تنديروش والو، ما كاينش احترام. الله يهدينا ويهديهم، خصنا نحترموا نبعدوا على بعضياتنا ونديروا الكمامة، ولكن ما كاينش. الله يهدينا، والملك قال المعقول، والله يخلينا سيدنا الله تعالى يشافيه ويعافيه. الناس تدخل، اش غتبقى دير؟ صافي خصهم يدخلوا، حيت هذا هو سرهم نيت، حيت هما عطاوهم واحد الفرصه ولكن ما داروش بها، يعني خداو واحد الفرصه مزيانه ولكن ما داروش بها، وهذا هو المعقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.